إنه يتألم. كيف سيذهب إلى الزفاف؟ سيتحسن بإذن الله. لا أبو، فحالتي تسوء شيئا فشيئا. لا عليك، لا عليك، إن لم تستطع المجيء فلن أغضب منك، أترك معك. أعذرني يا صديقي، لا أدري ماذا حصل لي. اذهبوا أنتم، سأبقى معك. لا، ستذهب أنت وهشام وتبقياني مع سعيد. أنا سأبقى معك. لا لا، عفراء ستبقى معي، وإن ساءت حالتي ستخبركم. حسنا، سأمشي، لا تتأخر عمي. لن أتأخر. أنا آسف يا صديقي، لن أستطيع حضور الزفاف. لا عليك، لا عليك، فللضرورة أحكام يا رجل. بالإذن. هل أنت موافقة على بقائه مع عفراء؟ قد تسوء حاله. لا عليك، اذهب ولا تخف عليه. ليلى، آتي يا أمي، آتي. لماذا لم تقل لأمك أن تذهب إلى الفرح؟ إنه مناسبة لتتعرف إلى نساء الحي. أمي لا تخرج من الدار أبدا. أنا جاهزة. هيا انطلقا. أين ستهرب مني يا أبا قيس؟ سأحرق قلبك كما حرقت قلبي. سنبقى هنا ونراقب. تعتقد أنه قد وصل؟ سنرى.
انتبه، لا نريد أن نلفت أنظارهم. أبو قيس وأولاده، أين سعيد؟ ليس معهم. قد يأتي متخفيا لأنه جبان، يخافنا ويخاف من انتقامنا، ولكننا سنجده، سنجده. تمشين بثقة كأنك ملكة. أنا ملكة. ملكة على من؟ ملكة على قلبي حبيبي. ألم تتعب بعد؟ أنت تعمل منذ ساعات الفجر الأولى. لا، لم أتعب بعد. علي أن أنهي هذه الطلبية لتسليمها غدا صباحا. تعمل بكد وتسابق الزمن، وكأنك مصمم على خطة ما تدور في رأسك. نعم، أريد أن أنتقم. ممن؟ أريد أن أنتقم للمياء، وأريد أن أساعد في استرجاع الولدين. أنت بالكاد تعرفنا، فلماذا تتحمس لقضيتها بهذا الشكل الكبير؟ قضيتها تهمني وتعنيني، إنها قضية إنسانية تهز الوجدان. قل لي ربيعة، كيف تقيم عمل عائلتي بدءا بزوجتي؟ خالتي أم لمياء لا تعمل معنا، لكنها تهتم بكل ما يختص بأمور العائلة من طبخ وتنظيف، فمرجانة لم تعد تساعدها أبدا. مرجانة تتعب بسرعة، ولمياء تحاول جاهدة، وليلى إنها رائعة، تعمل بقوة وكأن جسدها من حديد، هي لا تتعب ولا تتذمر. وماذا عن لبنى؟ ما بها لبنى؟ كيف تقيم عملها؟ لبنى تعمل بكد وتحاول المساعدة، ولكنها رقيقة، لا تليق بها السيوف ولا الخناجر، هي فتاة رقيقة وحساسة. عذرا، سأعود إلى العمل. أنا سعيدة من أجلك، ما أجمل الحب القديم الذي يحافظ على روعته ويجدد نفسه دائما، وكأنه نبتة تصارع الجفاف لتنبت من جديد مع بداية كل موسم. أنت ليلى، ليلى التي أهدتكما مغارتها يوم اضطرت إلى الرحيل. اسكتي، ألا زلت خائفة حتى في يوم زفافك؟ وسأظل خائفة حتى آخر يوم من حياتي، الخوف قد كتب علينا نحن النساء. أنت مخطئة. مبروك. شكرا حبيبتي، أنت جميلة. وأنت أيضا. حقا؟ هل وصلت خالتي أم قيس؟ لا، قيس لم يصل بعد. هل أخبرك زياد بكل شيء؟ عرفت الآن أنني لست مخطئة، وأن الخوف قد كتب علينا نحن النساء. سنفترقنا. ألن تأتي معي إلى فرح الرجال؟ لا، سأبقى خارج حفل النساء أنتظر. حسنا،
انتبه إلى نفسك وأنت كن حذرا، لا تخف علي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أراك متوترة، ما الأمر؟ أنتظر سعيد، لقد تأخر. ولما أنت قلق؟ البارحة وخلال تزييننا لهذه الخيمة مر بنا أخوا عصماء. ماذا؟ تحدثا إلى قيس وإلى زياد وعلما بأن سعيد سيحضر الحفل اليوم. أسمعانا كلاما مطمئنا ولكنني خائف، إنهما ماكران. يبدو أننا تأخرنا، الكل قد وصل والحفل قد بدأ. هذا أفضل، سندخل من دون أن نلفت النظر إلينا. هيا قيس، هيا كاملة فلندخل. هيا حبيبتي فلندخل. منها. ستبقى هنا إلى جانبي وإلا سأفضحك وسط النساء اللواتي سيأكلنك بأسنانهن. وصلنا سعيد. ها هو قد وصل. كيف سنهاجمه؟ ليس وحيدا. سننتظر خروجه، قد يبقى حتى الفجر في الداخل. سننتظر ولو لدهر كامل. اجلس ولا تتحرك. سعيد، تبدو وسيما يا رجل. مبروك زياد. شكرا يا صديقي، شكرا. ألن تلقي التحية عليه؟ طبعا لا. إنه والدك. إن كنت ستبدأ بإحراجي فسأنسحب فورا. لا لا، سأتركك على راحتك. مشروب لسعيد يا شباب. أين يا جميلتي؟ أبحث عن حبيبي. كم أحسد حبيبك، فأنت جميلة جدا. وهو أيضا شاب جميل، ليتك درينه. أنتظرك في الزاوية هناك. اتبعيني. سماع! العريس سيلقي خطابا. لا أريد أن ألقي خطابا، أريد أن أعبر عن سعادتي لوجودكم هنا معي في يوم زفافي. أريد أن أشكر كل من حضر
وكل من ساعدني ومد لي يد العون في يوم من الأيام. أريد أن أشكر عمي أبا قيس الذي وقف إلى جانبي وإلى جانب عائلتي منذ أن مات والدي، أي منذ أن كنت طفلاً. شكراً عمي، شكراً لأنك أحببتني واعتبرتني واحداً من أبنائك وأوصلتني إلى ما وصلت إليه اليوم. بصحة عمي أبي قيس. بصحة أبي قيس الذي سألقنه درساً لن ينساه طوال حياته. عفوا سيدتي. لا عليك يا ابنتي. خالتي أم قيس؟ لمياء. لمياء حبيبتي. هذه لبنى. لبنى، هل أخبروك كم كنت أحبك عندما كنت طفلة؟ لا، لم يخبرني أحد. كنت أخيط لك الأثواب الجميلة الملونة، كانت تليق بك كثيراً. لمياء، أخبروني بأنك تزوجت وأنجبت صبيين، أين هما؟ ألم تحضرهما معك؟ ما بك؟ ما بك لمياء؟ تعالي تعالي.